اهلا بيكم مره تانية. كنا بنقول قبل ما نطلع الفاصل الاخير ده ان دايما الحقيقه دايما ابطالنا البارالمبيين دايما مشرفينا ودايما رافعين اسم وعلم مصر في كافه المحافل الرياضيه البارالمبيه المختلفه. ده اللي كلنا شفناه وشهدنا عليه في يعني البارالمبياد طوكيو الاخيره وما قبلها وما قبلها، والموضوع ده ان شاء الله مستمر معانا. وكلمه حق لازم تتقال، اللجنه الحقيقه البارالمبيه يعني دايما دايما بتشتغل بشكل مكثف جدا على صناعه المبدا ذات نفسه، البطل البارالمبي. ده طبعا بيحصل وبيتحقق من خلال التعاون مع الهيئات الرياضيه البارالمبيه المختلفه. تعالوا نتعرف اكتر عن اعداد البطل البارالمبي من خلال وجود دكتور ابراهيم امين عضو مجلس اداره اللجنه البارالمبيه، اللي يعني بنسعد بوجوده معانا المره الثانيه بعد 6 شهور. ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. صباح الخير يا دكتور. حضرتك كنت معانا قبل طوكيو على طول، كان شهر 7 أو 8 صح كده؟ وكنا بنتكلم عن الاستعدادات وان شاء الله ايه المتوقع، والابطال بتوعنا اتكلمنا عنهم مع حضرتك بالتفصيل. خلينا بقى ننتقل من النقطه دي بس نعقب عليها برضو، وشفت ازاي فكره هنا حصولنا على الميداليات بهذا الكم، وفكره برضو احنا ممكن في ان شاء الله باريس 2024 نحقق ايه، وبعدين نتكلم في المستقبل ان شاء الله. هو خليني حضرتك بس يعني ارجع شويه كده لورا، ان تاريخ الرياضه البارالمبيه في مصر تاريخ طويل، تاريخ مش قليل طبعا. الرياضه البارالمبيه في العالم بدات طبعا بعد الحرب العالميه الثانيه، وبدا يبقى في اصابات كتير، وبدات الفكره بدايتها في انجلترا في ستوكمان فيل لما بداوا ان هم يعملوا يعني ايه بطولات معاقين، ويعني ايه المعاقين يبداوا يشاركوا. بدأت الفكرة في مصر تنتشر، وبدأنا يمكن شاركنا لأول مرة بشكل رسمي في سول 88، كانت مشاركة رسمية لمصر. مصر كانت بتحقق عدد من الميداليات أكتر من دلوقتي، علشان نبقى واقعيين الناس تبقى عارفة. هقول لحضرتك ليه. أولا الرياضة البارالمبية في العالم كله بدأت تنتشر بشكل كبير، بدأت الدول الكبيرة تخش بشكل أكبر دلوقتي، بدأت الألعاب نفسها تقلل من عدد الميداليات اللي موجودة في كل الألعاب. بمعنى يعني ألعاب القوة في بتتلعب في حاجة اسمها كلاسيفيكيشن دولي، المفروض أن اللاعب مش كل الإعاقات بتلعب مع بعضها، إعاقات مختلفة. فبدأوا دلوقتي في الأولمبياد في بعض الإيفنتات بتتلعب في بطولات العالم ما تتلعبش في البارالمبياد، وبدات في بعض البطولات الايفنتات تتلعب في بعض البطولات الدوليه ما تتلعبش في الاولمبياد. الغرض من ده ترشيد عدد الميداليات، يعني الميداليه تبقى ذات قيمه، يعني عايز الميداليه البارالمبيه تبقى ذات قيمه. ثانيا خلينا نتكلم بصراحه، مصر كان ليها في بعض الكلاسات باع كبير جدا، لدرجه ان احنا كنا بنقف 3 على المنصه، 3 اول تاني تالت من كلاس واحد. فبداوا يبقى في نظره للغرب في التغيير في الكلاسيفيكيشن في هذا الكلاس، ان هو يتفكك، يفككوا بعض الكلاسات اللي مصر كانت بتحقق فيها او الدول العربيه عامه كانت بتحقق فيها، علشان ما نوصلش للتارجت اللي احنا وصلنا. وده توجه عالمي، يعني فكره تامري يعني، ولا ده فكره تامري تطور طبيعي؟ لا لا لا، هو فكره تامري شويه، لكن الاهم منه ان احنا بنقول الاتحاد الدولي او اللجنه البارالمبيه الدوليه اللي هي الاي بي سي بقت النهارده الفكر بتاعها ان عايزه الميداليه تبقى ذات قيمه. يعني لك ان تتخيل رفع الاثقال ما كانت في يوم من الايام عدد غير محدود، ان كله بيشارك، كل من يتاهل يشارك. لا دلوقتي كنا موجودين في طوكيو يعني. بياخدوا 160 لاعب بس على مستوى العالم. 160 لاعب بياخدوا خلاصه المتنافسين بالظبط، و20 لاعب بياخدوهم بحاجه اسمها البيبر تايد او بطاقه تاهل، بيشرك فيها الدول اللي لاول مره تشارك، لعيب ناشئ وحقق مستوى كويس يشارك، يعني كنوع من التحفيز او نوع من زياده عدد المشاركين. فالتوتال اللي بقى عندنا 180 لاعب معايا، 180 لاعب بس على مستوى العالم كله في المشاركات في رفع الاثقال. فطبعا بالتالي لازم هتقل مع عدد الميداليات. كذلك العاب القوه نفس الكلام، كذلك في السباحه. فهو ده اللي خلى العدد بتاع الميداليات مع شراسه المنافسه تقل شويه. بس ده معدل مقبول وطبيعي يعني بالنسبه لحضرتك شرحته دلوقتي، احنا كده ما عندناش شورتج او طبعا يعني. وخلينا برضو نتكلم بصراحه شويه، انا يعني بتكلم باستفاضه لاني احنا نحب الصراحه جدا. نتكلم بصراحه شويه، ان الثوره اللي حصلت اثرت علينا بالسلب كتير. مجالس اداره اللجنه البارالمبيه كانت على مدى سنوات لغايه 2017 كانت مجالس معينه وليست منتخبه. فكان
اللي بيجي بفكر ضغط من اللعيبه وفكر ضغط من المدربين، فبالتالي ما بيطورش وما بيزودش عدد اللاعبين. يعني ايه بفكر ضغط من مش فاهم؟ اللعيبه كان اللاعبين كان بيبقى ليهم دايما دور في تشكيل مجالس الادارات. اللعيبه اوكي معايا. لكن مع القانون الجديد وبقى في انتخابات، فالمجلس اللي بيبقى عنده اريحيه في الاختيار، وده يمكن احنا بدانا نشتغل عليه من بعد ما جينا من طوكيو او يمكن من قبل ما نسافر طوكيو، ان احنا بنعمل جيل جديد، بنحاول نعمل قطاع ناشئين اكبر. من سن كام يبدا بقى يا دكتور؟ احنا بنبدا يعني احنا كنا نازلين بالسن شويه علشان ما في بعض الاعاقات ما يحصلهاش تسرب. يعني احنا بدانا نشتغل دلوقتي على اعاقه موجوده كتير جدا في مصر، لكن مش موجوده في الرياضه المصريه كتير. أوكي. موجوده وهي الاقزام. حلو ده. معايا التطور ده موجود في العالم كله وموجودين وبداوا يحققوا في رفع الاثقال بالذات وفي العاب القوه ميداليات على مستوى العالم كويس جدا، فاحنا بدانا نتجه لهم. الولاد دول احنا شغالين عليهم وبدانا نعسكر، يمكن موجودين في المركز الاولمبي معسكرين منتخب كامل موجود فيه اكتر من 15 قزم وقزمه. دول خلاصه اللاعبين اللي عملنا لهم تيست وخدناهم من بطوله الجمهوريه، وبدانا نشتغل عليهم علشان ناهلهم لبطولات العالم الجايه، وبالتالي نشتغل عليهم باريس ونشتغل كمان عليهم 28. هم اللي بيتقدموا ليكم هم او اولياء امورهم، ولا انتوا ليكم كشافين بيدوروا على الموارد؟ لا حضرتك، احنا بنشتغل على حاجتين. بنشتغل على بطوله الجمهوريه، المديرين الفنيين والمدربين بتوع المنتخب موجودين بيشوفوا الخامه وبيشوفوا الارقام وبيشوفوا الولد والتصنيف بتاعه وبداوا يحطوا عينيه عليه. معايا؟ بناخده بعد كده بنعمل له تيست، ناخده المركز الاولمبي نقعده يوم 2-3 عشان اللاعب يبقى ياخد راحته وما يبقاش مضغوط وما يبقاش جاي من سفر، يبدا يعمل له تيست. تمام. المدير الفني عندنا ناس على مستوى عالي جدا بيبداوا يشوفوا الولاد دي. انا لما احطه تحت ظروف معينه، تمرين منتظم في التمرين، بيصحى بياكل كويس، ما فيش ضغط اجتماعي عليه كان اللي بال حضرتك. يعني ولادنا من ذوق او من قصار القامه بيلاقوا احيانا سخافات صحيح. فوجوده النهارده في مركز رياضي زي ده احساسه ان هو موجود، ثقه بالنفس تزيد، الثقه بالنفس كمان بالزبط. عندهم حاجات كتير. ويمكن ده شفناه، انا كنت لسه جاي من جورجيا، كنت في بطوله العالم رفع الاثقال، كان معايا احد اللاعبين قصار القامه من طنطا. الولد ادى بمستوى اكثر من رائع، وانا بقول لحضرتك الولد ده ان شاء الله هيبقى ليه مستقبل، ولو ربنا اراد وكنا موجودين او غيرنا موجود هتسمع عنه في باريس 24، هتسمع عنه في 28. بدانا خدناه وبدانا نمرنه وبدا يبقى موجود. فيا جماعه نحط اللاعب تحت ظروف وضوابط معينه ونديله حقوقه كامله كلاعب وكمعسكر ونبدا بعد كده نحاسبه. ده الفكر اللي احنا المفروض نشتغل عليه. عندكم الدعم الكافي لتنفيذ اللي حضرتك بتقوله؟ والله خليني اقول لحضرتك، احنا لاول مره نمر بتجربه بعد 2017 مع معالي وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، رجل رياضي من الطراز الاول. هو حاليا عنده كوفيد، ربنا يشفيه. انا عرفت ان هو خف امبارح يعني وهيبدا ينزل يا النهارده. يا مسهل، ربنا يعافيه. ده كل ده من المنتدى على فكره، ناس كتير قوي رجعت عيانه. فاعتقد ان كان عنده فكر ورؤيه، وجبنا كل الاتحادات. على فكره احنا دلوقتي تحت امبريله اللجنه البارالمبيه بقى عندنا 11 اتحاد، 4 بارالمبيين و7 اتحادات اولمبيه فيهم نشاط بارالمبي. ويمكن ثمار اللي عمله الدكتور اشرف من 2017 انه جاب وقعدنا مع كل الاتحادات، وايه الفكر بتاعكم للتاهل لطوكيو من 17، من اول 2017 ايه الفكر بتاعكم لطوكيو 20، بدا كل اتحاد يقول الفكره وخطه اعداده، وبدانا نشتغل عليها وتترجم ماليا وبتيجي دفعات وفي مواعيدها، فبدات الولاد تطلع وتتاهل وتعد في البطولات بالشكل السليم. ولقينا ثمار ده في ان لعبتين كانوا جداد بالنسبه لنا ما تاهلش فيهم حد. التايكوندو لاول مره مصر تشارك ببارا تايكوندو، ودي تحسب الاتحاد التايكوندو والمجلس اداره وللوزير الواعي اللي فكر بشكل واعي. جميل. وحققنا ميداليه فضيه، يعني حضرتك تخيل ان انت بتشارك لاول مره وتحقق بولد وبنت، والبنت يعني كانت على وشك ان هي تغلب البطله التركيه اللي هي بطله العالم بقى لها سنوات،
لكن طبعا الثانيه كسبت بحكم الخبره وبحكم ما تملكه من خبرات تراكميه، وخبرتها كانت اعلى شويه، لكن البنت كانت على مستوى المسؤوليه. كذلك الريشه الطايره لاول مره يتاهل لنا لاعب، بدانا بقول لحضرتك بنشتغل يعني عارف لاعب يتاهل من 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 انت اشتغلت عليه 3 سنين طبعاً ويتاهل طبعاً. لاولمبياد دي مش سهله أكيد. في الرياضات الفرديه بالذات. وهي دي النقطه دكتور ابراهيم اللي عايزين نتكلم مع حضرتك فيها تحديدا، لان انا بهتم جدا او بحب جدا فكره هنا نتكلم عن النفسيه ونتكلم عن الاشخاص دول او الابطال دول نفسهم. انا بجيب زي ما كنت بقول انا وكريم في يعني في بدايه تعريفنا بالحلقه كنا بنتكلم ان اشخاص يمكن البعض ممكن لو بص لهم من بعيد يقول لك خلاص دول لا حول لهم ولا قوه، ناس يعني يمكن لديهم من الموانع اللي اصلا تمنعهم ان هم يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي ويبقوا انسان منتج في المجتمع. على النقيض انت بتلاقي ان الشخص ده بيحارب وبيسعى ويعني وبيرفع اسم بلده. فدي قصه نجاح، دي مش حاجه بسيطه، يعني احنا مش بنقولها كده في البرنامج خلاص او لا، الموضوع وراء كفاح وراء اراده وراء حاجات كتير. انا عايزه حضرتك بحكم البوزيشن بتاعك وشغلك تكلمنا عن ده، يعني كلمنا عن قصص واحكي لنا كواليس لابطالنا اللي قدروا ان قدامك يتحولوا من شخص عنده احباط لشخص ناجح بيرفع اسم بلده في البارالمبيات وفي محافل مختلفه. والله انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، الرياضه بالنسبه لاولادنا ذوي الهمم حاجه عظيمه جدا معايا. الفترة الأخيرة يمكن في ظل اهتمام فخامة الرئيس بذوي الإعاقة بشكل عام معايا، بدأ يطلع ونشوف طفرة كده حصلت في الرياضة، أعداد بتزيد جدا، الأعداد نفسها بتزيد. صحيح. وده راجع لأن وعي الأسرة اختلف، طريقة تفكير الأسرة في النظرة للشخص ذوي الإعاقة أو ذوي كانوا الأول بيقفلوا عليهم خايفين حاجات زي كانوا كده. بيعتبروا بقى يقول لك ده لا أنا هقفل على ابني لا ما وروش لحد، بيبعدوه عن التنمر بكل أشكاله. بالظبط. لكن النهاردة المجتمع نفسه يا أستاذ كريم بقى واعي، يعني احنا كسبنا في السنوات الأخيرة وعي مجتمعي غير عادي للنظرة لأولادنا وأخواتنا الأشخاص ذوي الإعاقة. صحيح. النهاردة زي ما حضرتك بتقولي كنا بننظر له نظرة لا ده شفقة لا. النهاردة حضرتك لما بتشوفه على منصة التتويج واقف أيوة وبيحقق واسم بلدك يمكن معلش يمكن اللي يحسها حد زي انا او حد زي مدربينا او الاجهزه الفنيه او مجلس الاداره اللي كان معانا، اسم بلدك وعلم بلدك لما بترفع وبتسمع النشيد الوطني بتاع بلدك وابن بلدك واقف على منصه التتويج وبيتعلق الميداليه الذهب، صدقني والله العظيم الاحساس ده ما هتحس غير وانت في الملعب ايا كانت الرياضه. بالمناسبه يعني ودي كلمه برضو كلمه حق لازم تتقال ما فيهاش شبهه مجامله باي حال من الاحوال، نرجع للتواريخ السابقه ونعرف دايما ابطالنا البارالمبيين بيرجعوا لنا من كل دوره بارالمبيه بميداليات اكتر بكتير من مشاركات الابطال الاولمبيين العاديين في اي دوره من الدورات. والله كلمه حق واكيد وراها سر، قد يكون بالمناسبه قد يكون جزء من السر ده الكلام اللي نهاوند كانت بتقوله لحضرتك من شويه، طبيعه الشخصيه دي وطبيعه النفسيه دي اللي بتديهم قدره استثنائيه على تحدي عقبات غيرهم من الاسوياء حتى ما يقدرش يستحمل ضغط ربعها. والله يا استاذ كريم انا عايز اقول لحضرتك انت لما تشوف اللاعب ده وهو نازل من بيته الصبح الساعه 5 وازاي بيعاني عشان يقدر يروح مكان تمرينه ويؤدي تمرينه ويرجع تاني، في عندنا لعيبه بترجع على شغلها يعني يجي يتمرن ويرجع على شغله وبعد كده يروح بيته، ونقول يرجع على شغله دي ونحط تحتيها او عليها كذا دايره مش بالساهل كمان، لا غير كده كمان لعيبتنا واولادنا بشكل عام ذوي الهمم اصبحوا متواجدين بشكل عام، ويمكن انا والله طلعت منخرطين في سوق العمل يعني برامج كتير جدا هي. كنت دايما بحس المسؤولين على الجزئيه دي اقول لهم يا جماعه عايزين نحارب ظاهره ان اخلي الشخص المعاق قاعد في البيت او الشخص ذوي الهمم قاعد في البيت ده يتحرك الدستور من خلاله يا دكتور ابراهيم ده وفقا للتعديلات الاخيره اديله يعني. وهو راجل عنده القدره احسن من اي حد، عنده فكر عنده قدره اديله ثقه، هو انسان في الاول وفي الاخر من حقه وده اقل حق من حقوقه. وعايز اقول لحضرتك في كام سنه الاخيره وهفضل عيد من بعد 2018 وفي ظل التشريعات اللي فخامه الرئيس حطها لاولادنا ذوي الهمم اصبحوا ماسكين مراكز قياديه ومسؤولين عن مراكز قياديه في اماكن كتير جدا وحققوا ما لم يحققه
يحققوا الاسواق. ما هم فئه في المجتمع يا دكتور ابراهيم، ما ينفعش ان انا اجي اهمش او اقول دول مش منتجين، مفيش حاجه اسمها كده. ده مواطن مصري في الاول في الاخر من حقه. في كل بيت بالظبط، ده موجود في كل اكيد بيت. ولو مش في كل بيت في كل اسره، فحاجه مشرفه على كل حال. احنا سعداء جدا جدا باللي انتوا بتوصلوا له، بس المره الجايه توعدنا لما تيجي تجيب معاك نموذج من النماذج دي، عشان احنا عايزين نسمع، عايزين يعني ننبسط ونتعلم كمان منهم. ده انا عايز اقول لكم على حاجه، انا عارف ان انتوا هتجيبوها بعد كده بقى في البرنامج، ولاول مره من 24 سنه، من 8 من سنه 98 في سيدني، مش اولمبياد سيدني، في سيدني مدينه سيدني، كانت مستضيفه كاس العالم لكره السله للكراسي المتحركه. المره دي كاس العالم لكره السله للكراسي المتحركه في دبي 22، بفضل الله تاهلنا اول امبارح. كان معانا الخبر فعلا. يعني عايز اقول لحضرتك انجاز ما اتحققش من 24 سنه. ولاد عندهم اراده، عندهم تحدي. كسبنا جنوب افريقيا اللي هي بطله العالم، بطله افريقيا لسنوات، وكانت متربعه. انا هسيب لهواند هي اللي تطمن حضرتك في النقطه دي. احنا يعني كمان ان شاء الله فتره صغيره هيكونوا معانا نماذج منهم، هنستضيفهم الاسبوع الجاي على ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. دي حاجه كويسه جدا يعني. لسه دلوقتي الاعداد قايل لنا يعني احنا ان شاء الله وعدنا معالي الوزير بان احنا هنحقق، وهو هيوعدنا ان شاء الله في لقاء ان هيدعم الولاد دي علشان نحقق حاجة في دبي، ودي تبقى طفرة في كرة السلة للكراسي المتحركة في مصر بإذن الله. إن شاء الله. إحنا شاكرين لحضرتك وبنتمنى لك المزيد من التوفيق والنجاحات، وربنا يقدرك. حضرتك بتعمل حاجة عظيمة جدا حتى على الصعيد الإنساني بعيدا عن الشق المهني. شكرا لك. سعداء بوجودك معانا ونشوفك على خير إن شاء الله. شكرا لك يا دكتور. وهنروح فاصل ونرجع مع حضراتكم لآخر فقرة معانا، وهينورنا كابتن ماهر همام. خليكم معانا.